ايش اسمك؟ وانت؟ 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 ايش يا سامي صار معكم انت وعبد الرحمن؟ كنا قاعدين في الدار، فجأة هيك خصف الدار اللي جنبينا، كل الشباي ولدها خشت علينا، وامي وابوي تصوروا، بعدين في جيراننا اجوا اخذونا قعدونا عندهم، بعدين قبل ما عمي جاب السقف واجوا اخذونا. طيب انت شفت امك وابوك لما تصاوبوا، كيف تصاوبوا؟ لا انا كنت فوق، امي وابوك كانوا تحت. كيف تصاوبوا؟ احنا كنا كلنا كانوا تحت، المهم مش هنتصاوب. طيب انت ايش رسالتك في اول يوم رمضان لاطفال العالم، للعالم اول يوم رمضان؟ ايش نفسك تحكي للعالم؟ انه احنا بنستقبل الحرب في القصف، صح؟ احنا هنا لقينا نصايم، مع انه هاي القصف شغال، لقينا نصايم بالعاده نستحمل، هاي اخر من الصبح لنكون شايلها نتحمل عشان القصف. ليك من رمضان ان شاء الله خير، بدون صباح ان شاء الله. نعم، كيف هذا محمد؟